بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بقالنا فتره ما اتفرجناش على محمود ابراهيم، فين واخباره ايه؟ والله وحشنا محمود ابراهيم للامانه صراحه. الواحد لما اتفرج على فيديوهات الناس دي بدا ان هو يتعلق بيها. على مؤاخذه يعني الفراغ صعب، واحنا في فتره فراغ بالنسبه لعالم كره القدم. فيلا يا عم حوده ورينا شوارع وهران. طبعا لسه كنت بتكلم مع الناس انا من اسبوعين ثلاثه، او من اسبوعين من ثلاث اربع خمس ايام حوالين المترو، وده مترو ولا ترماي؟ والحمد لله عرفنا ان هو ترماي. خش يا هدى. اول نوفمبر هنلف لفه كده في الساحه دي، لف في شوارع وهران، لف وغني لها في الساحه. تلاقينا في الساحه القناه دي كانت رياضيه بس، يلا عليها عيون شود وباعها مش مهم. فاستنونا كده مع الجايد بتاعنا. جايد عندك مرشد سياحي هناك؟ رضوان. لا بص، انا كل ما بتكلم على الاستعمار ده بلاقي الفيديو معمول عليه علامه صفراء. بس برضه الجزائر نجحت ان هي تستقل من فرنسا. مسرح علولة اول نوفمبر اول 11 تسمى ساحه السلاح. يابا خلاص عرفنا، انت خلاص مصمم يعني تنفخ الفيديوهين. شوفوا الفرنسيين في الحقيقه هم اللي بنوها، ولكن ما كانش كما هكا من قبل الاستقلال. بعد الاستقلال بيديروا لنا تغييرات كثيره وكبيره. خدت التاتش الجزائري صراحه، دي حاجه كويسه انك ما تسيبش. معلش يا اخويا انا مش عارف مين الامير عبد القادر. يابا انا راجل ثقافتي قليله للامانه، فما اعرفش مين الامير عبد القادر. فلو حد عارف الامير عبد القادر والنبي يديني في الكومنتات. بس لو هو نفس الامير اللي بيقرر المحارب مع صلاح الدين الايوبي فانا ما تقولش خلاص انا كده طلعت عارف. ظبط يا باشا، من حق الفايز ان هو يعمل اي حاجه في المهزوم. احنا مش خدنا البلد ورجعناها تاني. بص يا باشا، النصوب التذكاريه بتاعتك دي خدها معاك وانت ماشي، واحنا هنكمل المكان الحلو بتاعك ده، بس هنحط فيه التاتش بتاعنا. مش احنا اللي كسبنا في المعركه، والراجل القائد بتاعنا لازم هو اللي يتحط. يا باشا معلش، خد الجنود المهزومين دول وخليهم معاك. اقول لك الفايز من حقه يعمل كل حاجه حضرتك. اه والله بجد. نفس الصورة حقيقية. مبنى البلدية. وهي كانت البلدية بعد الاستعمار برضه؟ في عهد الاستعمار، لا بعد الاستقلال، في عهد الكمالية، ولكن الآن هي متحف إن شاء الله. متحف. متحف بس لسه ما فتحش. النبي فيديو حلو، وبصراحه المرشد السياحي الراجل بيوصل المعلومه بكل سهوله زي ما كنا بناخد الاخت كوكي. صراحه الراجل عامل شغل فخم. رضوان بس قبل ما نكمل، الراجل ده قاضي، صاحب قاضي توريزم، صح؟ هو صاحب قاضي توريزم، هو المتكفل بكل حاجه هنا، وهو اللي بيعرفنا كل حاجه خاصه بوهران. الراجل ده طول ما احنا موجودين في وهران هتلاقونا مع الراجل الجميل ده. حلو. قاضي صاحب شركه قاضي تورز للسياحه. ماشي يا عم قاضي، تسلم. كمل يا رضوان. الان سوف انا بشوف ناس بتاخد صور تذكاريه وحاجات كده، يعني الدنيا جميله هنا. الحاجه الاولى اللي يقومون بها يقومون بصور تذكاريه في هذه الساحه. هناخد صور تذكاريه. الساحه هذه هي الساحه المعروفه في مدينه وهران ما شاء الله، تقريبا
مع الفرس. دي حاجات قديمة أوي. حاجات قديمة بس الأمانة مناظرها حلوة. الشهادة لله يعني. هما الفرنساويين كان عندهم ذوق. بس برضه كانوا مستعمرين يعني، حتى لما لو كانوا بيعملوا حاجات تفيد البلد اللي هم مستعمرين، بس برضه مستعمرين اسمك مستعمر. وقلت لنا اللي هناك دي الأوبرا. هناك عادي الأوبرا، الأوبرا أوبرا المسرح. المسرح. هل لسه شغال دلوقتي مسرح ولا شغال؟ والله؟ طالما شغال شغال، ما تورينا حوده اي عرض جوه المسرح ونتفرج على اي حاجه. ما شاء الله. يعني هنا الاوبرا وهنا المقابر بتاع الحكومه البلديه زي ما بيقولوا، البلديه كلها بتاعت الناس، وده المقام مكانه. صراحه ما عجبني برضه الترماي، سبحان الله مهما نتخانق كتير بس الترماي اللي ورا فشيخ يا جدعان صراحه، الترماي شكله حلو قوي. ده انت مصمم بقى ان الفيديو ده يتضرب؟ براحتك بقى. عامل زي حرف اليهود عندنا في مصر. احنا لسه الحرم موجود عندنا ولسه في ناس عايشه فيه. ورا المسرح كده، وكل ده في الشارع اليهودي. كل ما اروح مكان يبقى في حته اسمها الشارع اليهودي. اه والله. ولا النصر إلا من عند الله. في المقابل كده لل أنا الفيديو حلو وعجبني جدا موضوع الساحة بصراحة يعني، وعجبني جدا نصب التذكاري للأمير عبد القادر. بصراحة في حاجات حلوة اللي هو عجبتنا جدا بصراحه. برضو شكرا للاخ رضوان، ده راجل عرفني معلومات انا ما كنتش اعرفها بصراحه، حاجه محترمه جدا. برضو باشا الحضر مختلف، عشان ما اضحكش عليك في حاجات حلوه كتير في الحضر، بس انا من نوعيه الناس اللي ما بحبش الزحمه وما بحبش الدوشه الكتير. قاعد في جزيره معزوله هنا عندنا في البيت، جايب ميتي وجايب تليفوني وفتح تليفوني بصور فيديو لا اكثر او اقل عن السلام. انا فيديو لذيذ وفيديو حلو، وعايز برضو اوصل رسالتي واضحه لمحمود ابراهيم ومحمود حجازي. في الشتاء بخلوني يعني، في الشتاء يعني معلش خدوني معاكم، عشان عادي مفيش حاجه، خدوني معاكم مش هتخسر حاجه، خدوني معاكم اي حاجه. طب بصوا يا جماعه بلاش الصيف، خدوني معاكم الصيف الجاي ان شاء الله لو كان لنا عمر والقناه فضلت موجوده ما اتحسبتش، خدوني معاكم لا اكتر او اقل عزيزي. وانت بقى عزيزي ما تحن علينا وتعمل لايك وسبسكرايب. انا عارف ان الجو ده جو شحت قذر، بس عادي يابا هنعمل ايه، هو قدر اليوتيوبرز في النهايه. يقول لك ايه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو عجبتك القناه اشترك في القناه، بس هو ده قدرنا سعادتك والله بجد. يعني احنا هنا في الحته دي حته التاتش اللي هو بص يا باشا حته انسانيه، معلش يا باشا ممكن تكافئني مجهودي الكبير. لا ما بعملش مجهود كبير، انا بعملش ما بعرفش اعمل مونتاج اساسا. الناس اللي بتقول لي حط الصوره بتاع الفيديو، حط الصوره بتاع الفيديو، انت معجب بنفسك كده ليه؟ هو يا اسطى حط صوره بتاع فيديو ايه؟ ما ناقص كمان اقول لك روح اتفرج على الفيديو في صفحه محمود ابراهيم ومحمود حجازي. ما انت كده اتفرجت على الفيديو ورجعت اتفرج على الفيديو وشوف رد الفعل بتاعي عامل زي كده. سمعت مثلا تراكات كتير وبروح اتفرج على الريفيو بتاعها، انا ما سمعتش التراك، لا انا سامع التراك بس رايح اسمع الريفيو عادي جدا لا اكتر او اقل. عزيزي مش عارف انت بتيجي تمسك في الحاجات الهايفه دي ليه؟ بس عادي عزيزي ولا يهمك، اعمل كل اللي انت عايزه. بقى لو عجبك الفيديو بقى اعمل لك ده كده الناس الحته اللي بدانا بس هنعمل ايه؟ لا هو ده قدرنا.